السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا يا جماعة، هما الحاجات ديت موجودة في كل بيت، وانتوا لازم تعملوا الوصفة دي. أنا ما صورتهاش، أي ما صورناهاش، بس هي سهلة. شوية شوية دقيق بصات، شوية مبشور من بتاع جوز الهند، شوية بتاع توم بودرة، بصل بودرة، شوية حاجات كده، وعملنا بهم الخبز الجميل ده زي ما انتم شايفينه كده. ده اهو اهو، ده معمول على الطاسه زي ما انتم شايفينه كده. ده معمول على الطاسه، وده معمول بقى في الفرن. شايفين عملنا عليه البيض ده وسمنه بلدي وحكايات كده. المهم انا فيه افتكاس، بس انا لما اظبط الوصفه هوريها لكم ان شاء الله، وهعملها ان شاء الله. احنا هي مظبوطه، هعملها لكم هتبقى جميله جدا. بسم الله كده عشان الوقت بصراحة، يعني ايه، مش هقول لكم حاجة. يا سلام يا سلام وسلم، حاجة ايه، حاجة فوق الوصف، حاجة جميلة جدا، روض في دماغي. حلو قوي. حلو قوي. حلو كمان. حلو قوي. حلو قوي يا جماعه. حلو قوي قوي. طعمه جميل جمال. بقول لكم ده الخبز ده عباره عن جوز هند وسمسم. مبشور دي دور. ودي ابيض. وشوية دي ذوع وشوية دي أبيض. شو بتستنيها كده؟ عجيب أوي، ما بتحسش إن أنت بتاكل عيش خبز، يعني بتحس إن أنت بتاكل حاجة تانية. أهو جربوا بقى إيه، جربوا هنا في العسل ده. مثلا لما تكون انت شاري حاجة بجوز الهند، جوز الهند باين فيها قوي بجد. وهي مثالي ها، هي جبن حلو قوي. الطعم الحلو ده كتير. ممكن نشيله مع الشاي كده. انت ليش مخلي الليل؟ وصفة جميلة جدا بجد، وصفة رائعة. وإن شاء الله أنا هعملها لكم، لأنها أنتوا هتعملوها هتعجبكم. أنا عاوزكم تعملوها، لأنها فعلا حاجة جديدة ومذاق جديد
وحاجه صحيه جدا اهو. هاي الريحه كمان ما اقولكوش. انا مش عايز اطول عليكم، مش عايز اطول عليكم الفيديو. الفيديو كده وصل الرساله. ده شاي باللبن، ودي جبنه قريش، ده بيض، وده عسل بالطحينه. حاجات جميله جدا. اشوفكم في خير من فيديو جديد. السلام عليكم. Mm-hmm.